امك مش طايقاني. حتى يوم فرح اخوك عمرو كلفتني بشغل اعمله في القناه ملوش اي لازمه وما عرفتش اجي الفرح. ما تزعلش يا ابراهيم، انا كمان كنت متضايقه انك ما كنتش معانا في الفرح، بس خلاص عمرو اهو اتجوز وسيب لي بقى مامي. لا والله ثق في كلامي. حاضر. مدام، يا مدام، مدام. ايه تفتيش؟ تفتيش ايه ده؟ انا احضر لك الفطار يا حبيبتي. لا مش عايزه افطار. الدكتور محمود صحي؟ الدكتور محمود ما بقاش هنا، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ نسيت في حاجه يعني؟ روحي حضري الفطار. مش حضرتك قلتي مش عايزه؟ رجعت في كلامي. هو انت اللي هتدفعي؟ روحي. حاضر. بتعمل فيا كده يا محمود ليه؟ دونا عن كل بنات الدنيا مفيش غير بنت نور عز الدين عشان تحبها وتتجوزها. وقلبي ما طبعنيش اكسر قلبك واقول لك لا. لا يسمح يستر عليا وعليك. خير يا هاني؟ خير يا فندم. الحقيقة يا فندم وصلنا تقرير غريب قوي من عندنا في الداخلية. تقرير ايه بالظبط؟ عن العميدة نور عز الدين مامورة سجن النساء في القناطر. انا اعرفها كويس، ده ست مجتهدة جدا وماشية السجن كما يجب ان يكون. والله يا فندم دي كانت برضو معلوماتي عنها، بس الفترة اللي فاتت ذكر اسمها في مجموعة حوادث وقضايا كلها لها علاقة بنبوية التمساح. ايوه حوادث وقضايا زي ايه يعني؟ يعني محاولة اغتيال انتصار عبد الحق، وكمان هي اتمكنت من مطاردة القناصة واصابته، وتم ضبط مخزن سلاح ومسروقات في شقتها كانت الخدامة مخبيه عندها. الاقوى من ده كله يا فندم اللي حصل فرح بناتها، اكيد سيادتك سمعت عنه. بس يا ترى مفيش ضدها اي شبهه في وسط كل الجرائم والحوادث دي؟ في الحقيقه لا يا فندم، مفيش عليها اي شبهه، بس معقول برضو صدفه وجودها في كل الجرائم دي، وخاصه ان الجرائم دي كلها حصلت في فتره يمكن اقل من سنه. هي فعلا صدفه غريبه. طب يا ترى الداخليه حققت معاها؟ حققوا معاها يا فندم، وخدت جزء بسبب موضوع الخدامه اللي عندها دي، بس مفيش عليها اي دليل ادانه. بس انا شايف يا فندم ان ممكن يكون في علاقه بينها وبين نبويه التمساح. لا لا يا هاني، انا استبعد الموضوع ده تماما، ومع ذلك عايزك تركز معاها اليومين الجايين دول عشان نعرف ايه هي الحكايه بالظبط. تمام يا فندم. يا جماعه اهلا بيكم في اوتيل الحر، ان شاء الله تكون اقامه سعيده ليكم وليا. اتفضلوا. متشكرين يا عمرو. بصوا بقى، انا عايزكم تعتبروا الاوتيل ده بتاعكم كلكم، يعني هيصوا بقى وفرفشوا خدوا راحتكم على الاخر. اكيد زي ما قال لكم عمرو بالظبط. ها ايه ده انكل امجد؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازاي حضرتك؟ مفيش حاجه اسمها انكل امجد بعد كده، انا هنا صاحب الفندق، يعني انا جاي لشغلي. منين ما تشوفوني ولا كأنكم شفتوني، وتصرفوا براحتكم. احنا متشكرين قوي يا انكل بصراحه.
احنا بصراحة مش عارفين نقول لحضرتك ايه على الوجه ده. ميرسي قوي يا انكل. ما تقولوش اي حاجة، استمتعوا بس. يلا بعد اذنك انكل. يلا خدوني معاك. يا عم تيجي معايا فين؟ يقول لك البسين هنا بابا. مراتي مراتي مراتي. انا سوري عريس بقى. شكرا ميرسي ربنا يخليك. بس كان يوم حلو قوي. لو كل يوم انا واقف على حاجه زي دي ميرسي يا رب. ده نادي ده نادي خدوا ماما. ده مالها جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات. وحشتوني وحشتوني. جيتي امتى؟ انا من نجمه اول طياره عدت من قدام البيت ركبت وجيت. تعالوا البحاره الثلاثه تعالوا. اهلا وسهلا تعالوا تعالوا. ايه بصوا يا بنات ما تنشغلوش بيا خالص كاني ما جيتش. عيشوا وانبسطوا مع جوازكم زي ما انتوا عايزين. يلا هاتوا الشنط بتاعتي. يلا هاتوا الشنط. اه ما تتحركوش. يلا تعالوا تعالي يا حبيب تعالي. يلا هاتي الشنطه. يلا يا حبيبي انا من غيركم بس مش حاجه. ايه انا رسول مريم دي اللي جابها دي. واحنا هنبتديها بقى من اولها. ربنا يستر. الو. ايوه ماما الحمد لله كويس. شفت يا ست اللي حصل؟ حماتي طبت علينا فجاه في شرم الشيخ. يا ماما هو انا عندي 100 حما؟ طنط نور طبعا. احنا مش عارفين بقى نعمل ايه. بنفكر نقطع شهر العسل ونرجع تاني مصر. ماشي يلا باي باي. ممكن اكلم امي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا سعاد؟ هي اتهبلت ولا ايه؟ لا بقولك دي حاجه ما تسكتش عليها ابدا. قولي لي انت فين عشان اجيلك. احنا لا يمكن نسكت على اللي بيحصل ده ابدا. انا قلت لكم العيال هيتعذبوا هيتمرمطوا مع الست دي. ما كانش العشم. ما كانش العشم يا ست الماموره نور. ما كانش العشم. عشم ايه وزفت ايه؟ دي ست ديكتاتوريه فظيعه بشعه. هو احنا هنسيبها طايحه فينا كده؟ ابني كلمني الصبح وحالته وحشه جدا. وابني كريم حبيب قلب امه اتصل بيا النهارده وقعد يشتكي لي وقعد يعيط. بقول لكم ايه احنا هنفضل نعيط بقى؟ لا 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 انا بصوا انا اخدت قرار وانتوا كمان لازم تساعدوني وتاخدوا نفس القرار. قرار ايه؟ خش عليا يا اسد وقول لي قرار ايه. أول ما يوصل الوفد الصيني تسكنيه على طول. أهو بابا أهو شباب. إيه يا عرسان؟ في إيه؟ مالكم؟ الحقنا يا بابا الحقنا. انقذنا يا عمي انقذنا. الحقنا يا أنكل. إيه في إيه؟